السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا عارفين الريفت بيجي معاه أداة لتحليل البيانات والحسابات بتاع التكييف، بلاقيها في Analyze Reporting Heating and Cooling Loads. تمام، دي بتحسب لي التكييف وبتحسب بدقة الأحمال التكييف. في أداة مجانية اسمها هيت لود، دي انت ممكن تحملها من موقع اوتوديسك abbs.exchange.autodesk.com، بتحملها مجاني وتبدأ تشوف التحليل. هو بيطلع في شوية معلومات أكتر، زائد إن هو بيعتمد الطريقة الأوروبية، بلاقي أول ما بسطبه بيظهر لي حاجة فوق في قائمة فوق اسمها BIMWare، بلاقي حاجة اسمها هيت لود، بدوس عليها بيبدأ يحسب الفراغات الموجودة في المبنى ويبدأ يحسب أحمال التكييف وكل حاجة. وقت بسيط جدا بيبدأ يشوف كل الحسابات بتاعة التكييف اللي أنا محتاجها في الموديل اللي قدامي. وبالتالي طلع لي التقارير، طلع لي كل حاجة موجودة ازاي بطريقة قريبة من بتاعة الريفت، لكن الميزة اللي فيها انها معتمدة على الطريقة الأوروبية. لو في حد متعود على الطريقة الأوروبية وشغال بيها والحساب بتاعتها، هلاقي إن الأسلوب هنا زي ما هو متعود عليه. الأداة مجانية تقدر تحملها براحتك من موقع أوتوديسك وتشتغل عليها عادي بدون أي فلوس وبدون أي كراك وبدون أي مشاكل. أتمنى إن انتوا تجربوها وتشوفوها وتشوفوا هل هي فعلا النتيجة أقرب للنتيجة اللي انت بتطلعها ولا مختلفة، وإن شاء الله تلاقوهم في ده بالنسبة لكم. أخوكم عمر سليم.